اجيت امسك الكنفذ نفض حاله غزني. لا يا سيد كنفذ الله يسامحك. شوف غزنا تعال. واو كمان لحس كيف ده مسكه ابراهيم في طريقه لمسكه يعني فزش حاله. اكيد فوائد الكنفذ ما حدا راح يرتاح. ترى ما حلاها مسكين. ترى ترى فوائد الكنفذ هذا حرام بقتلوه الناس. فوائده كثيره. شو الفوائد؟ لما بدك تيجي تحكي للناس الكنفذ بوكل عكارم سامه وبخفف حوالين الدور بكون حوالين الدار بدك تثبت هذا الاشي للناس لانه ما بتصدق. المهم هذا الكنفذ بامكانك انك تاخذ اثنين ثلاث وتفلتهم وين؟ حوالين دارك اذا في سور ما عرفش يطلع ودشره وبكون بالواجب بوكل ام 44 بوكل عكارم بوكل كل شيء. بنحط السيد كنفذ هون شايف؟ بدنا نجيب له العقرب الاشقر. خليك طبعا العقرب الاشقر سمه قوي يعني لما بلدغ الشخص واحد احيانا بنام بالمستشفى منه وبصير ندق فما بالك لما بلدغ اكثر من مره. يعني العقرب الاشقر انا مره جربته على حيه لدغها ست مرات ساحت الحيه زي كانها ايش؟ حدا داير عليها ميه نار. يعني هالعقرب الاشقر خطر جدا الاخطر بالشرق الاوسط. انا جربت عليه سمومه فعلا انه خطر خطر جدا. هاي السيد كنفذ هان طبعا نحط العقرب عند السيد كنفذ وندفعه باتجاه والطلطه مجرم العقرب الاشقر. ايوه هاي العقرب خليك مسكه. شوف شوف شو سوى في الكنفذ. قدم صب يلا ابراهيم مكان لا تقدم ايدك ارفع ايدك لجوا لجوا لجوا. شوف شو سوى في الكنفذ. خليه بين خليه بين لف الكنفذ. ايوه شوف مسك العقرب الاشقر طحنه طحنه واحده هاي في تمه هاي الزبانه ترجع. شوف طبعا العقرب الاشقر لدغه ثلاث اربع خمس مرات بس ما اعتقد انه يتاثر. سبحان الله بلعه زي وجبه واحده. استنى اجيب له الثاني. وين الثاني؟ هاي بعد العقرب الاشقر ام 44 طبعا سريعه هي كمان وجبه. هاي شايف مسكها طلع طلع ما اشترط ما اشترط كنفذ لحقها. ايوه كنفذ ايوه ايوه يا عيني عليك امسكها. ايوه شايف صراحة أنا عجبني الكنفذ. هاي مسكها لأم 44 هكيت بكلها. طبعا هي لدغته وسم وإشي بس ما بتأثر. طيب خلينا نجيب له الشكرة. وين؟ وين يعني الكنفذ صوته يعني الكنفذ يا إخوان اللي بربيه حوالين الدار بدل ما تقتلوا دشره أو إذا بتعاني من العقارب حطه حوالين الدار. بلا استنى خليه بلا. يلا هاي العقرب الاشقر شوف كيف راح يطاردوا كيف الكنفذ. ركز ابراهيم يلا. هاي العقرب الاشقر مجرم طبعا. يلا كنفذ استنى شوي خليه يشوفه. هاي يلا لا بس يطلع برا شايف طلع 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 كيف الطريقه تعمل معاه طحنه. شايفين شو فوائد الكنفذ يا اخوان؟ يعني انا في عنبار ابوي حكوره مصوره واحيانا تبين فيها عقارب وشغلات زي فقررت اني اطلق صراحه كنفذين غاد وبعيشوا منيح وفي مي واكل. سبحان الله بده كمان خلص.